يعني شوي لا تصدق تكون مرة في الوقت اليوم. اليوم شكرا جزيلا. شكرا. تم الله يتمك ربيع. الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور. ايش اخبارك؟ عساك طيب. تصدق الاخوان اللي معك، تصدق لقد هممت اني اطلب ربيع معنا هنا في الاستوديو. الله يحييك. ثم ادع الحلقة له كاملة، يفضفض يسولف ياخذ راحته، احنا ننصت لك نسمع لك، قول اللي في خاطرك. بس قبل ما تقول، انت مبدا صغير مره ودي يعني اطلع فيه. شاب اعطوني يا شاب المقطع. ايوه اعطوني اياه. دقيقه، انت اذا لسانك يتغير بين الفترة والثانية، حنا إنساني طال عمرك على جادة واحدة ما يتغير. يعني أنا إنساني يتغير صح؟ أنا إنساني يتغير. على كلامك. أنا إنساني يتغير. هذه بالرجولة. إنك تلزم يعني أنت. لا أنت مجلس أبوك. نفس استراحة أبوك. أنت مجلس أبوك. أوزن كلام. رجال أوزن كلام. رجال ما يطلع كلمة له قدها. أوزن كلام. هذا الرجال. اسمع عبد الله. عشانك راح تمشي. ارحبوا ربيع. مرحبا وارحب. الله يعافيك. انا نزلت امس لقطه ختام متعمد بزاويه معينه، الحين نزلت الجزء الثاني عشان ربيع يتكلم براحته. تفضل يا ربيع. اولا الله يمسيك بالخير انت والاخوه اللي معك، ثانيا طول الله عمرك بخصوص اللفته اللي حطيتها انت البارحه. فمحمد السريعي اخوي انا، وبيني وبينه ما يلزم، ومن أطيب الرياجيل اللي في القرية، ورجال مطلق وسهام منايا وعطي مضاريب، ومن الرياجيل اللي يعجبوني لأن في رأسه شجاعة، ولأنه ما هو بيحرك يحرك ما يحرك. محمد السريعي من الرياجيل اللي اليوم أنه بغى الشيء سواه، وإذا ما بغاه ما سواه، ما هو بيتبع فلان ولا يتبع فلان. وهذه تراها جزئية مهمة فعلا. ممتاز. جزئية موجودة في السريع بس ما هي موجودة في غيرها صح؟ ما ذكرت لك الجزئيه هذه. اما طيب. المقطع اللي انت عرضته الان، ايوه، فتعليقي عليه طال عمرك يوم يقول الفهري لسانك وصخ. أيوة. انا يعني اكتفي بقول الشافعي، ايوه، يخاطبني السفيه بكل قبح. أوف. أوف. فاكره ان اكون له مجيبا، يزيد سفاهه فازيد حلما كعود زاده الاحراق طيبا. واما عبد الله الخماش فما اشوف انها جاه مني شيء يجرحه، إن كان أنه أنجرح وثبت عند العراف أني أنا مخطي فيبشر بسعادة، وعلما بأني أنا ما أرى أني أخطيت في حقه. هل هو سفيه؟ من هو؟ عبدالله خماش زي بن فهري؟ أنا ما وصفت الفهري إلا لأنه وصفني بوسخ اللسان، واليوم أنه وصفني بوسخ اللسان في تحمل أنه سفيه. طيب السؤال، ليش زعل عبدالله خماش؟ عبدالله هل هو سفيه؟ لا مهم سفيه. طيب ليش قلت أن البراريد أطلق منك؟ شلون؟ أنت قلت إن البراريد أفضل منك وأطلق منك. يا أخي الخماش من يوم بدأ البرنامج وأنت تشوف والعالم تشوف، أنا وياه بيننا مزوح وبيننا ضحك وبيننا وناسة. ليش زعلت؟ كلمة إن البراريق أطيب منك، وكلمة من البراريق أجزل منك، بيني وبين الخماش ما يستاهل الموضوع إنه يزعل عليه. كلامك صح. لكن يعني أنت ترى فقط السفيه بن فهري، الخماش ما عنده مشكلة. خلاص تجاوزنا النقطة دي يا أبو سيد. أسلم. السؤال الآن، كلامك أنت منطقي، يعني كان بيكون مزوح وما، ليش زعل؟ ايش ده؟ بس ليش زعل؟ لا انت وجهه نظرك، احنا نسالك على وجهه نظرك. انا ما عندي خلفيه ليش زعله. اذا هي مزوح وكذا يا ربيع، ليش زعلت على بن فهري وما اخذتها في جال مزح؟ لا وصاخه اللسان وسمعتنا فيها يعني مقطوعه من مقطوعات الشافعي. لا انا الان لو يمزح معك خويك امام الملأ ويقول لك يا ابن الحلال البريق افضل منك، ويمزح معك خويك الثاني ويقول لك انت وسخ لسان، لسانك وسخ، يعني وصخ. انت الان كلها سوى يا ربي، كلها سوى يا ربي. انت الان يا ربيع تقبل من الناس المزح وناس ما تقبل منهم المزح. لا دقيقة. ما هو بصحيح. لا دقيقة. كلها اسمع يا ربيع، اسمع يا ربيع، اسمع الان. لو انت ما دعيتني هنا لو انا بتكلم. لا انا بسالك سؤال الله يحييك. بعطيك فرصه يا ربيع. احنا دقيقه، من اللي قال لك انك تجي يا ربيع هنا تتحدث؟ البخات. انا تجي هنا طال عمرك نسال اسئله تجاوبها، غير كذا ما تسأل. بس انا قلت لي سؤال البخات قبل شوي يقول تحدث. طيب اسمع اوكي خلاص سمعتك. السؤال خذ السؤال من فهد ميا. هل انت تحدثت ولا لا؟
الا تحدث خلاص دورنا نتحدث صح. لكن لما انك سالتني اخذ اجابتي كامله. لا لا هذا انا ما اسالك مباشره. لا تسالني انا ما اسالك مباشره. بعطيك فرصه يا ربيع. انا اطرح تساؤلات. اولا يا استاذ ربيع الله يعافيك قولك ان 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 ما في في فرق بين كلمه لسانك وسخ وان الاباريق افضل منك. لا انا اشوف ان المساله الغايه واحده وهي الاساءه. فلا تجعل الاوله مزح والثانيه غير مزح لسبب ان الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني ادم. ابن ادم ابن ادم ما هو ابريق. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه قولك في بدايه مداخلتك ان محمد سريعي راس ولا يحرك. هذه تمريره على زعله عبد الله خماش ونحن لسنا سعد القحطاني لتمرر علينا ما شئت. احنا الان احنا دعيناك الان. انا معك في صفك لكني اتمنى ان نسمي يعني الامور بمسمياتها. انت تقصد في كلامك هذا ان احنا دائما ما نقول ان عبد الله خماش ريموته مع مين؟ مع فيصل المطين. هذا شيء طبيعي إيه؟ واضح. احنا ما سالناك عن السريعي، احنا سالناك عن محمد الفيري وعن عبد الله خماش. تفاجأنا انك تقول السريعي راس ما حد يحركه. وبين هذه قوسين عرفت ولا لا؟ اتمنى انا ودي والله يوم مدحت سريعي انك مدحت خوياك كلهم. اي لانك ايش؟ يوم سالناك دامنك وسيع بطان ودامنك راعي مزوح دامنك كان مدحتهم كلهم وكنتوا في جال مزح واصلا الشغله كلها من اولها لاخرها مزح. وانت قلت يا ربيع انا ما راح ازعل ومن اللي قال لك اني بزعل يا خماش ثم قمت يا ربيع للاسف انك وقعت في اسقاطه اخرى. ليش منصور ليش؟ لأنك منزلق آخر منصور وألفاظ أخرى. أنت وقعت في بخ. أنت وصلت على النبي. أنت وقعت يا منصور في بخ. أنت وصلت على النبي. بديك أربية بديك كبسك. أبطيت ما جيتني البخ. بديك كبسك. الله يجيل شرع علي. لا ما أسر عليك ولا شيء بديك. منصور وهي عشان نجعل المجال للرب. أنا طبعا في صف ربيع لا يحق لهم أنهم يتجمعون علي أبدا. لكن أنا منصور ترى منصور وقع ربيع في فخ لعل ربيع ما انتبه له اللي هو ألا وهو إيه؟ انه يوم مدح محمد السريعي وقال انه راس ولا احد يحركه قال برقيجي قال ما ادري وهنا تساؤل بعد. طيب تفضل يا ربيع. انت يوم تقول امدح محمد السريعي وامدح غيره مضبوط؟ إيه؟ مو بغيره اخوياك ما قلنا غيره اخوياي ونعم مو من يوم بدا البرنامج وانا اقول نعم لكن كل اللي قلط على فعله ومن قدم السبت قال احد. طيب هل تسمع الكلام ولا ما تسمعه؟ محمد يعني. السريعي اسمع. محمد السريعي مطلق وسهام منايا وفعله اللي مقدمه قدام الجمهور قدامكم انت وقدام المتسابقين كلهم. طيب مضبوط. لا اسمع الكلام يا فهد بن معيان. سمعت لك لين قلت بس يا فهد بن معيان خلاص الله يرحم والديك. الان خلني اتكلم ان كان انك تبيني اتكلم ما تبيني اتكلم. طيب على عجاله يا ربيع تفضل. يا اخي انا خايف تجيب العيد في اخوياك لك جلدت محمد الفيري نسبي وجعلت عبد الله خماش والبقيه من اخوياك محركين لا ما هم برؤوس وما في راس في القريه الا محمد السريعي وجالس لا 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 ما هم صحيح احنا نقاطعك في الكلام رحمه وراحه بك صحيح حتى لا تغلط على اخوياك ما هو صحيح لا 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 لحظه يدافع عن نفسه بن فيري بن فيري والخماس غلطان اسمح لي لا لا دقيقه غلط على بن فيري والخماس لا مانع انك تغلط على من اخطا عليك وجزاء سيئتي سيئه مثلها وانا اقولها دائما. طيب لا مانع لكن ربيع اخذهم من شق وطرف من حقه. لا ليه من حقه؟ انا بعلم دقيقه لانهم غلطوا عليه. لا دقيقة كله غلط عليهم هناك. ليش يغلط بن فيري وربيع؟ لا يا صديقي انا بعلم شيء. انا سالته وجاوب. لا يا صديقي هذا الكمبيوتر شفت حاجه ان البندق مكثور له في اخباره. هذه النقطه الاولى وفهمكم يفهم. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي انا استفدتها ان 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 ربيع كان في وقتها ما بين الخوف والاقدام والان يوم هو امام الشاشه ومعنا اصبح مقدام وانطلق ان فلان سفيه وفلان محرك وفلان راس واصبح حتى هو يصنف يا فهد. الامر الثالث اكتشفته ان كلامي انا صحيح ان هناك من يحرك وان هناك من يحرك. جاهزين بن فهد يا شاب بما انه يعني على حد قول ربيع سفيه يعني سفيه. طيب لحظة يا ربيع اقول لك قول لا يا الربع يا ربيع معلش لا تحكيني يا قرني لا تحكيني خليني ارد على فهد بن معيان. اسمح لي يا ربيع ان نتجاوز الالفاظ اللي الالفاظ غير جيده تذكر من الجواز. اسمع يا ربيع اسمع صديقي لكن انا كذا داخل اصوات ترى يا فهد لحظه كذا داخل اصوات. لا تشيلوا ربيع يا شباب اعطني يا شباب لا دون تداخل الفاظ يا منصور الفاظ مو بهنا مكانها يعني اذا هو بيسقط اسقاطه تسفيه جيد وكذا انا لا اجلس اكررها في البرنامج حقي. طيب والله ولا نمشي من الحلقه. طيب يا ربيع اسمع ايش عندك اضافه الحين؟
أنا بقول للفهد بن معيان كلمة البندق ترفق باها ما هو اللي يعلمني إياها. إلا أنا. إن كان إنك. أعطوني من فري، خلوا من فري يجي شاب. أنا اللي علمك إياها. إن كان إنك تعرف البندق ترفق باها. إيه. لما الرجال تخرطوا من غرفة الإعداد وراحوا لفلان وفلان وقالوا تعالوا قدام الكاميرات، فيروحوا للرجال اللي هم عنينين بهم كلهم ولا يقصرون من بعضهم. خلك سبع وكل مع الرجال اللي بيمناك. لا ما خليت ما خليت. ما خليت فيها. لا تقعد تنفذ الخلاش الظهري يصبون عليك في المجلس يا ربيان ينتجي انصروني ساعدوني افعلوا بي خلق ذيب وداح من رقاجي بجنبك 42 يوم ماني كنت 42 يوم ماني كنت ربيع طيب خلك معي خلك معي خلك ربيع يوم ان غيري تدرب فلان وفلان انا من حالي فلا تشتكي اذا لا تشتكي اعطوني 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 بالفهر يا شاب لا تشتكي لا تشتكي لحظة يا ربيع بالفهر معنا انا ما اشتكيت انا ما اشتكيت ولا هميتني يا فهد خليك معي لكن انا اقول لك بس كلمة البندق تدور في اخبارها انت اخر واحد يتكلم في الجزئية يا للاسف نورت اخبارك وسفهت وياك ونقصت منهم واخذت لو سمحت يا فهد لو سمحت لو سمحت ربيع خليك معي اعطوني من فهر يا شباب لا في مكانك في مكانك في مكاني في مكانك يا فهري عاد نسبك الله يحفظك طيب اعطوا اعطوا الشيخ 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 الذي الذي القب بالسفيه العام هلا والله يا مرحبا ومسهلا حياك الله يا ابن فهري الله يحيي ذا الوجه سمعت كلام ربيع القحطاني سمعنا كلام ربيع طيب السؤال الاعظم هل انت سفيه ما ادري يمكن يعني ايه ولا لا يمكن ما تعرف نفسك يعني معترف انت سفيه يعني ما تعرف نفسك للحين اسمع اسمع يعني ربيع ربيع يعلمك انت مين انا بعلمكم حاجه واحده ايه اسلم الكلمه اللي ما لها قيد وعقال هي تعقب واللي وراها يعقبون لا صارت الكلمه من افواه جهال رفع القلم عن كل جاهل ومجنون المشكله ان ربيع جعله يسلم كان في خاطره شيء في جينا فنحن بني عم بدون العرب كلهم زي ما قال فهد البندق ثارت في اخبارنا فالامر كلها يسله يجيك ليه يجيك ليه وانت طالع الهواء يجيني ما يشوف هوني سفيه ولا ما نبسي لا حتى تقول انا وسخ طيب لحظه يا بن فهري لا بن فهري لحظه لا ترضاها على الرجال وما ترضاها على نفسك حيوة. لا تجي تنمرون عليه وتطقطقوه وتكلمون كلكم جيتوني يا جماعه وانا اسمع مني انا نظام شوف اسم محمد سعيد نظامه اخطي عليكم لا تخطون علي لا تخطون علي لا غلط انا ما اخطيت على احد الرجل دافع عن نفسه ما اخطيت عليه خلاص يا رب صلوا على النبي انا أنا لو أخطيت يجيني وبعطيه عيني فإنه غير إنه خوي ومتسابق فإنه من عظام رقبة ما يطلع في الشاشة ويتكلم هذا أول شيء أنت طلعت في الشاشة وتكلم أنا بعلم تقول لسانه وسخ طيب أنا بعلم أنت طلعت في الشاشة كيف خويك ورفيقك وتقول لسانك وسخ كيف؟ بين لكم انه زعلان بين لكم انه زعلان لا ما بين زعلان الحماش قلب الطاولة وزعل وكأنه هو كيف زعلان وتحت بث لبيه سعده كيف؟ كيف لبيه وسعديه؟ لبيه وسعديه يسولف معنا وضوح كل بسطه من الجال للجال كيف كذا؟ طيب جاملكم في شيء في الخاطر لا ما احب المجامله فوق البث يعني قبل وتحت البث لا هذه ما بعندي انا يعني قال محمد محمد فهري قصدك ان اللي قاعد يصير على الهواء غير حقيقي؟ اي هذا كلام هذا كلام فهري انا ما ادري انا لا تقول ما ادري لا تقول ما ادري انت قلتها الحين شوف لا تكثر ادري انا لا أنا ما أهدر زيك ولا زي أخوياك أنا لما أقول معلومة وأحط النقاط على الحروف لا تقول لي أنا أهدر أنا ما أهدر أمسك لسانك لأني ما ربيع القحطاني طيب انتبه المعذرة أيوة تفضل آمر تفضل كمل إيش اللي تحت الهواء وإيش اللي على الهواء أنا هذا تقول أنت أخويك زعلان أيوة. تحت البث ما هو بزعلان يضحك معي ويسولف معي ما في شيء وعلى الهواء ما ادري كان في خاطره شيء فيجيني ابن عمي والله نعطي حبه عيون طيب ليش تنتقد الان ها ان تحت الهواء وقبل وخلف الهواء شيء تحت الهواء شيء وعلى الهواء شيء ايش انا انت الحين تقوله انا ما دام خوي على الهواء شيء وتحت الهواء شيء ليش ما مسكته ماني ماسكه انا اشوف ان ماني ماسكه هو اللي يقول مجد ضعيف انا اشوف بصراحه اللي قاعد يصير بين المتسابقين اكبر من يعني قاعد يصير بينهم موانع اكبر من اللي صار في الموقف هذا واللفظه هذه وربيع تقصد محمد من دون الناس انه ايش يسقط عليه هذه الاسقاطه ربيع قبل يومين ارجو لي ربيع اسمع يسولف لا خل حن فهري موجود ايه؟ ربيع قبل يومين يسولف محمد بن دعري يقف قدامه يحسب سوالفه طق انت بعدين يقول طق بعدين يقول له بعدين طق قال له انت تحسب سوالفي
وزعل ربيع ما سمعنا قال شيء ولا اشتكى ولا شيء. الموضوع هو يعني محمد الفهري لانه ماخذ الجو كله يبدو انه صارت مشكله. طيب انا بصراحه ودي ايوه ان نقفل هذا الموضوع لانه ايش اخذكم من حجمه. طيب لا لا ما تقفل. طيب ربيع ربيع سؤال منصور واضح طريقه واضح، ليش نصيت فقط بن فهري غير الخماش اللي زعل غير محمد العارم وغير محمد العارم اللي وقت الساعه والمقطع نزل مقطع عطوا المقطع يا شباب لحظه قبل المقطع يا البخات معلش. لا لا معلش لا 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 هنا انا هنا ما اسولف انا ما اهدر على قولة بن فهري. بس عندي تعليق اسلم عندي تعليق بس اي ودي يبسم الحنش لان الحنش سمه بنابه يا يا ربيع يا ربيع يا ربيع ودي يبسم الحنش يا ربيع يا ربيع مو كذا يا ربيع 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 يا لو ابا شمس يا ربيع لو ابا شمس يا ربيع يا رجال يا ربيع لو ابا شمس يا ربيع ما احترمت قايل ابا ربيع لو ابا شمس يا ربيع ابا شمس ما احترمت ولا طال لسانك على اخوياك لين دعيناك شفناهم امس اخطوا عليك وانت ساكت ولا قدرت ترد على رجال لين جا سعد القحطاني والان ما قدرت ترد لين تامن. انا اتمنى منك حاجه واحده، إذا كان كلام محمد الفهري حقيقي إنك تحت البث ترضاهم إنك تقوي قلبك، خل قلبك قوي بس خلك راس خلك ضرس، الضرس يطحن الضرس. أما إنك تقطي على الناس إذا جيت في الفقرات هذا ما يصح. أنا أشوف أنا قد قلتها أنا في صفة لا أحد يقطي عليه، لكن لا تسمح لأحد يقطي عليه. ترى منصور في صفك وأنا في صفك، ايه احنا ما نرضى بالخطا اللي صار من لا من فهري ولا من دعير ولا السريعي ولا خمس. ممكن اتكلم الله يرضى عليك البخات، ممكن احنا قلنا اول يوم عبد الخالق اسمه منصور اسمه منصور عشان توضح الصوره بالنسبه لك نقف على مسافه واحده. ايه انا اقول يا شباب يا شباب اللي بينكم اكبر من كذا، احنا الان اذا بنعطي كل واحد مجال عشان يغلط زياده هذا مو مكانها. طبعا عندكم 16 ساعه بكيفكم وفي اداره تتولى الموضوع، اما انه انا اتقصد ناس واخطي عليهم اتقصد ناس واخطي عليهم من دون ناس وانا اقصد هذا الخطا هذا غير مقبول وما اصمل اقولها في وجيههم. انتظر لين يجي مقدم عشان اخطي عليه. اسمع اسمع السؤال تكلم يا ربيع، والسؤال الاهم والابرز ليش ربيع ما رد عليهم وقتها؟ تفضل. اليسار طال عمرك انت تحت البث ايه؟ تحت البث اخلاق الريجيل معي عسلن على سمن في بشنون بعسلن على سمن تجحدني على البث اجحدك على البث باختصار. بس أنا عامل مثل ما تعاملني. أنت خفت خفت لين جا مقدم. لا لا ما يخاف إلا أنت شرواك وأنا أبوي. إلا ما يخاف إلا أنت شرواك. لين جا سعد القحطاني دقيق دقيق اخترعت لين جا سعد القحطاني قمت تتكلم ثم سكت الفترة هذه كلها 24 ساعة لين جينا قمت تتكلم. لا لا وين أنت؟ أنا ما جيتك. أنت وين؟ أنا ما جيتك. إذا أنت قول أنت وين؟ أنا ما جيتك. لا لا جيت عشان تدري الحين منصوك. اسمع اسمع أنا من هنا اليوم من هنا اليوم. إحنا دخل ما رجيت. إعمل ولا واحد منصور. إحنا جايين الحين ناخذ حقك يا ربيع. إذا ما قدرت تاخذه إحنا بناخذه. إي قعدة. أتمنى أنك صامل توجه الرجال بس. شكرا 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 جزيلا. شكرا جزيلا. يعطيك العافية يا ربيع. ربيع ربيع باقي عندك شيء؟ لحظة ربيع عندك نقطة أخيرة لو سمحت. ودي بسم الحنش لأن لا 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 يا ربيع يا ربيع يا ربيع إذا كان يا ربيع نعطيك نفس المجال اللي نعطيه بن فهري. إذا كان يا ربيع بتقعد كل شوية ترد على بن فهري بن فهري يرد لازم نعطي كل واحد مساحة طيب ونقف على طيب كذا ما يصير. أنا هذا ما طيب بس لا 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 يا ربيع فقرتنا ليست تصفية حسابات. احنا جينا هنا فقرتنا ليست تصفية حسابات يا ربيع اسمع الكلام يا ربيع اسمع الكلام ترى سمعت كثير يا ربيع اسمع الكلام يا ربيع. هذه الفقرة ليست تصفية حسابات، هذه الفقرة وضعت لإحقاق الحق ونسمع صوت. طيب أما يا ربيع في كل تجي تمرر علي وتمرر على الثاني. طيب منصور 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 يا أخوي منصور لحظة بس أنا وجهة نظري أنا وجهة نظري مختلفة تماما. بن فهري تكلم وسمعت أبياته كاملة وقال أنك جاهل ومجنون أنا أسمع أبياتك الثانية. تفضل يا ربيع. ما اللي بدأ بالأبيات؟ يا أخي من اللي بدأ بالأبيات؟ ما اللي بدأ بالأبيات؟ ارجع طيب لا لا دقيقة اسأل بن فهري ولقوا عندك أبيات زيادة؟ أيوه لقى على الفهري. بن فهري نقطة يا ربيع نقطة أخيرة علق في الموضوع.
زبدة الموضوع ودي عطى ودي بشي ملحنس لأن ملحنس عطى يا سمحت يا على يا شباب يا شباب يا شباب لحظه يا ربي لحظه يا شباب لا 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 كده بقف في النقاش كامل يا اخي ما قلنا شيء قلنا لا 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 انت يا فهد انت يا فهد منصر لما اقول لو سمحتوا وقف زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد حكايات لا تنتهي